نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر للجميع القيام على هذه المحاضرة، وأسأله سبحانه أن ينفعنا بما قيل ويقال فيها من الكلام، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. وهذه المحاضرة عنوانها شهر القرآن، وهو شهر الصيام رمضان، وسماه الله تبارك وتعالى بشهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان نزل عليه جبريل يتدارسان القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، فإذا دارسه القرآن كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي رمضان يعكف المسلم على الكتاب، يدرس ويحفظ ويتلو كلام الله جل وعلا ويتدبر القرآن، كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فهذا القرآن يعكف عليه الإنسان المسلم في رمضان، يقرأ القرآن. في ناس ما بيقروا إلا في رمضان، وده غلط، لكن برضو نحرص على المزيد من القراءة في رمضان، ونقرأ قراءة المتأمل المتدبر للقرآن، ما نمر عليه مرور الذين لا يعقلون والذين لا يفهمون. ولذلك قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في ناس قلوب مقفلة ما يستوعب القرآن، القلب مكفول. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة، كأنه عليه كنان مربوط، يعني القلب كأنه مربوط ما يفهم ما يعقل القرآن. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. والوقر هو كالمادة الصماء البتزاب داخل الآذان. يعني تخيل إنسان قلبه مربوط وأذانه صماء ما يفهم، هذا يمر على القرآن وهو لا يعقل ما يوجد في القرآن. ولهذا أيها الأحبة الكرام، نحن داخلين على رمضان، لا بد أن نتأمل هذا الكتاب وأن نقرأ بوعي وبتدبر وبتفهم للمعاني. وأول ما يظهر للإنسان مما يوجد في القرآن الاهتمام الشديد بأمر العقيدة. لاحظ اهتمام القرآن بأمر التوحيد. ما من سورة من القرآن إلا وتكلمت عن توحيد رب العالمين. ما من جزء في القرآن إلا وهو مليء
بشتى أنواع الأساليب الموصلة إلى إفراد الله تعالى بالوحدانية وبالربوبية وبالألوهية. لما تقرأ في القرآن تلقى أمثال تضرب، أمثال لها معاني عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ما يقوله المولى سبحانه في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون أو بل أكثرهم لا يعلمون. ربنا ضرب في القرآن مثل، مضمون المثل ده إنه الرجل المشرك بالله قلبه مشتت بين الشركاء اللي بيعبدهم وبيعظمهم. تلقى الليلة الناس العقايدهم في الرجال وفي الأضرحة وفي القباب، تلقى واحد بيرجو من شيخ وبيعتقد في واحد تاني بينفعه، وواحد ثالث بيضره، وواحد رابع بيجيب الرزق، وواحد خامس بيدي الجنة وغيره. قلبه مشدد بين هؤلاء. شكد ربنا قال رجلا فيه شركاء متشاكسون، مش شكلين ما متفقين هم ذاتهم. قال ورجلا سلما لرجل، أما الموحد لأنه قلبه سليم، قلبه متوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. الموحد متوجه لله براو، شكد قلبه سليم لله وقلبه مستقيم مع ربه لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام لما قوم ناقشوا ربنا قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم. يعني أنا كيف أخاف من الأنداد اللي انتو جعلتوهم شركا لله، كيف أخاف منهم؟ ولا تخافون إنتو أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. بعد يا ربنا سأل سؤال قال فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يعني إبراهيم اللي بخاف من الله براو وما بخاف من الأنداد، ولا جمعت ديلاك اللي بخافوا من الأنداد وما بخافوا من الله؟ قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الإجابة الذين آمنوا، يعني ديل الأحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أيها الأحبة الكرام، نحن داخلين على شهر رمضان، لابد أن نعكف على القرآن، نحفظ ونتعلم، وما يبقى القرآن في ألسنتنا كالذين لا يفهمون من القرآن إلا التلاوة. فأنا ألخص كلامي فأقول لابد ونحن مقبلون على رمضان أن نقرأ القرآن بتدبر وبتأمل، ولو خرجنا من تلاوتنا للقرآن بفهم صحيح للعقيدة وتجريد للتوحيد نكون استفدنا الفائدة المرجوة العظيمة. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا ويهدينا. أنا أقف عند هذا الحد، ويواصل إن شاء الله الشيخ مزمل بعد الصلاة، وبالله التوفيق.